سيحتضن المباراة الافتتاحية لمنتخب الفراعنة في ثاني أيام المونديال. عندما يمتزج عبق التاريخ بحداثة الحاضر، تجد نفسك أمام تحفة فنية يجسمها أحد أجمل الملاعب المونديالية في روسيا، إيكاترينبرغ أرينا، الوحيد مع ملعب لوجنيكي اللذان أعيد بناؤهما على أساس الملعب القديم. ففي قلب مدينة إيكاترينبرغ عاصمة الأورال الشهيرة بالجواهر والأحجار النفيسة، شيد الملعب المركزي منذ عام 56 من القرن الماضي، بل حتى كان يعود لسنوات مضت عندما كان يحتوي على مضمار لسباقات الدراجات. أكبر منشأة رياضية في الأورال الفاصلة بين قارتي أوروبا وآسيا، يقع مدخله الرئيسي على أولتيسا ريبين، أحد الطرق الرئيسية في المدينة، يكون المعلم الرياضي الأكبر في الأورال بعد أن ارتأت روسيا إضافة مجمع رياضي وإعادة تهيئة مركز المدينة التي تواصلت عبر عقود. إيكاترينبرغ أرينا يراعي في شكله أسس العمارة الكلاسيكية القديمة التي تعود للعهد الستاليني، ففي مزيج من الطراز الإمبراطوري والانتقائي تم الحفاظ على واجهة المدرجات الغربية والشرقية القديمة مع ترميم النقوش وشمعدانات وتماثيل اللاعبين من خمسينيات القرن الماضي، فيما تم توسيع ساحة الملعب وتثبيت سقف حديث متطور تقنيا فوق المدرجات على ارتفاع أكثر من 45 مترا. كما تمت إضافة مدرجات مؤقتة سيتم تقليصها بنهاية المونديال ليصبح الملعب قادرا على استيعاب ما يصل إلى 35 ألف متفرج، فضلا عن مباريات الدور الأول الأربع، أولاها المواجهة الافتتاحية لممثل العرب المنتخب المصري مع نظيره الأوروغواياني ضمن منافسات المجموعة الأولى في 15 من الشهر الجاري. مشاهدينا الأحبة، نشرة أخبار الموند